مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا النهاردة هتتنوع موضوعات كتير موجودة في الشارع المصري، وهتتنوع موضوعات كتير بنشوفها، وظواهر اختلفت كتير وظواهر انتشرت كتير في مصر، وهي ظاهرة الفتن وظاهرة الشائعات. ظاهرة الشائعات موجودة في مصر بطريقة شفناها كتير في الفترات اللي فاتت. الحق في خطف، الحق مش عارف في مين مات، شوف في ايه حصل، فنان مش عارف ايه. احنا عايزين برضو هنتكلم النهارده في موضوعات كتير، وبالذات موضوع الشائعات اللي موجود، وهنتكلم في موضوعات برضو تهم الشارع المصري، لان مصر طول عمرها بلد الامن والامان، مصر طول عمرها بلد التقدم. احنا شفنا في الفترات الاخيره وشفنا في الفترات اللي احنا موجودين فيها تقدم دوله، وده معنى الفتن اللي احنا بنشوفها اليومين دول، معناه ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. ومعنى الفتن اللي احنا بنشوفها دلوقتي، عايزين يوقعوا طبعا المشروعات العملاقه ويوقعوا مصر، ولكن مصر في قائد عظيم بيقودها رغم كل الظروف، وهو في تقدم ودايما في تقدم بين طبعا المشاريع اللي شايفينها والطرق اللي موجوده، وتقدم في كل شيء. والنهارده يسعدنا ان يكون معانا النهارده الاعلامي هاني الهواري، احد ضيوفنا النهارده. اهلا وسهلا بيك النهارده في برنامجنا. سعيد بيك طبعا اخويا الاعلامي الجميل، اعلامي الغلابه، اعلامي حس الشارع المصري، الاعلامي تامر البسيوني. سعيد جدا النهارده في اسره برنامج اهل كاير. انا اسعد بيك يا نجم النجوم، واسعد برضه النهارده اللي يكون معايا المستشار ايمن محفوظ. طبعا بيطلق عليه مستشار الغلابه، اطلق عليه مستشار اللي هو دايما بيسعى ليغير السلبيه الى ايجابيه، وبيدور ورا كل سلبيه ويعمل بيها بلاغ للنائب العام او بلاغ لتغيير الوضع الحالي من السلبيه لايجابيه. اهلا بيك يا سياده المستشار معانا النهارده. اهلا بيك برنامج. واهلا بالنجمه المذيعه اللي معانا منورانا، وانا فرحان جدا ان انا في اهل كايرو مع ضيافه الاعلامي الكبير تامر بسيوني والمذيعه النجمه العظيمه. واجمل حاجه برضو منورانا هي ورده الاعلام المصري الفنان، انا بحس ان هو فنان، هاني الهواري الفنان العظيم اللي بيبدع في كونه اعلامي من النوع الوطن العظيم اللي محب لبلده. فانا سعيد جدا، انا حاسس ان انا في حفله مش في القاعه. انا سعيد ان انا موجود معاكم النهارده، انت وطبعا والاعلامي الزميل هاني الهواري اخويا وصديقي، وطبعا الزميله الاعلاميه الجميله عبير خليفه. انا سعيد بيك النهارده ان احنا متواجدين مع بعض. طبعا الاستاذه عبير من الاعلاميات اللي هي الوطنيه اللي بتحب بلدها دايما، وبتحب تسلط الضوء على الايجابيات اللي موجوده في المجتمع المصري اللي احنا موجودين فيه. والنهارده بقى احنا جايين نتكلم في قضيه مهمه، وهي قضيه الشائعات اللي موجوده. القضيه اللي احنا بنتكلم فيها دي، انا شايف من وجهه نظري ان في فتن كتير على مصر، وشايفين ان في حروب الجيل الرابع والخامس، والحروب الفكريه والحروب الثقافيه اللي موجوده في المجتمع اللي احنا فيه، لهد كيان شايفين بيهدد العالم كله. ان شايفين مصر ماشيه على الطريق السليم، ومصر بتهدد العالم كله ان هي دايما في تقدم، والتقدم ده طبعا بيزعج العالم كله ان مصر ماشيه في خط مستقيم. عايزين نعرف النهارده بقى من الزميل الاعلامي هاني الهواري، هل الشائعات اللي موجوده دي للشغل الاعلامي، ولا هل لتشتيت الفكر، ولا لايه بالظبط؟ قبل ما نروح للشائعات يا تامر، طبعا انا برحب باستاذنا الجليل معالي المستشار ايمن محفوظ، صاحب البلاغات الهامه لسياده النائب العام، والشهير على طول على السوشيال ميديا وعلى الفضاءات المصريه، ومحبين للوطن. ويمكن من ضمن الاشاعه اللي اتعملت اللي هي ممكن تكون كانت خدت الترويج في الفتره قبل كده، موضوع المداخله اللي عملها ايمن محفوظ على احد القنوات المعاديه للبلد، والناس كلها عملت اشاعات ان ايمن محفوظ انشق عن مصر ودخل في زمره جماعه الارهابيين المعادين للبلد، ودي كانت نوع من الترويج للاشاعه. احنا كلنا استغربنا برضو، عايز اقول لك نعرف اللجان الالكترونيه الخارجيه، احنا كلنا استغربنا من الموضوع ده، لان دايما ايمن محفوظ كان بيطلع مدافع، وكان بيطلع دايما بيهاجم لهذه القنوات اللي هي موجوده. وفوجئنا في مداخله تليفونيه لي على قناه اسمها تقريبا مش عارف ايه العربي كده، اللي هي تبع بتاع الجماعه اخواننا البعد دول. بس هو صرح معايا في الحلقه ان هو قال لك يعني اللي بيحارب حد لازم يروح لغايه عنده عشان يقدر ان هو يحاربه في قلب
مكانه. انت عندك لجان، بص يا تامر، انت عندك لجان الكترونيه مختصه بالفرق الارهابيه ذو الاعلام الخسيس اللي جاي من الخارج، اللي بيحاول يمدك بالاشاعات، يحاول يقتصب الاهل والصحبه والناس المصريين الغلابه اللي على طبيعتهم وعلى سذاجتهم، بيحاولوا ان هم يتلاعبوا معاهم عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الاشاعات، عن طريق الترويج، عن طريق الكلام ده كله. يمكن ايمن لما لعب هذه اللعبه انا كنت مبسوط جدا، وكنت يعني حاطط في اعتقادي الفكره ان اللعبه ايمن. رجعتني لفترات عصيبه كان هو ابتدى ان هو ينسى الموضوع ده، بس احنا عايزينه هو يرد بقى ان هو ازاي ان هو قدر ان هو في الفتره دي يخش ويتكلم في مداخله دي، وايه اللي استفادوا من المداخله دي؟ هل هي كانت بلا، انا عايز اعرف الاشاعات دي اثرت عليه ازاي؟ الاشاعات اللي جت عليه ان هو ما بقاش وطني جت عليه ازاي؟ هو انا بقولها، هو هاجم كتير. انا كده حاسس ان انا في كمين ماشي بين اعلاميين عظام كبير، وانا لوحدي يعني في 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 كورنر كده لوحدي. اولا لما طلب مني ان انا ادخل في مداخله مع قنوات الارهاب، قنوات الخسه، قنوات العار، انا ما ترددتش لحظة ان اعمل لقاء مع التلفزيون العربي في لندن عن طريق السكايبي، لان انا خدت من بطل الحرب والسلام السيد المرحوم الرئيس انور السادات انه قال جملة شهيرة جدا: انا مستعد ان اذهب لقلب اسرائيل لكي ادافع عن القضية الوطنية. فانا عملت مداخله بالسكاي بي على هذه القنوات علشان اهاجمهم وافضح كل مخططاتهم. طيب الاجراميه. انا عرفت ان في محامي زميل ليك في الفتره دي اتهمك بان انت بالخيانه، واتهمك بحاجات كتير كده، وقال انه هيقدم فيه ببلاغ، وفي ناس كتير اتكلمت عن ايمن محفوظ كلام ما كانش هو، برضو كان من ضمن الشائعات اللي احنا بنتكلم فيها واللي احنا بنقولها في الوقت الحالي برضو. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك برضو ازاي ان انت واجهت كل الشائعات اللي موجودة دي، وواجهت كل الاتهامات دي بصدر رحم. يعني هو بدام البني ادم مقتنع بقضيته، مقتنع بوطنيته، مقتنع ببلده، فيستحمل كل شيء. دي مش شائعة ان حد من الاساتذة زملائي هاجمني وحاول ان هو يقدم فيها بلاغ بيتهمني فيه باتهامات باطلة. لكن انا طبعا لما فهمته كنت سبب اثاره يا ايمن، يعني انت ساعتها كنت سبب اثاره، يعني ما كناش حابين ان انت تبقى. المهم النتيجه وقعت على الوطن بايه؟ مش النتيجه، القصه مش النتيجه وقعت الوطن ايه؟ هاجمتهم في عقر دارهم وكشفتهم. مش كده، ما هو انت عملت بلبله. يعني القصه كلها مش ان انا ممكن يعني اعاقب الخسيس بطريقه غير كده خالص، ان انا ما بقاش يعني داخل معاه في صميم ان انا اعمل معاه المداخله. ما انت ما دخلت معاهم في نفس قناتهم. انا عايز اقول حاجه من وجهه اللي نظر انا برضه بتعادي البلد. من وجهه نظر انا برضه انا شايف ان انا كده يعني بالنسبه للمستشار ايمن محفوظ، هو من وجهه نظره ان بيتكلم ان هو كان بيهاجم قضيه ولازم ان هو يكشفهم قدام الناس. انا كنت بناقش قضيه خطيره جدا، هو استند برضه عليك يا استاذ ايمن، ان انت برضه خليت الناس تلتزم. هو استند، لا اصل هو انت عارف بيستند. لا ده اقول لك بقى حاجه، بقى نتكلم بمنتهى المهنيه. بيستند بايه؟ بيستند بالسيد المرحوم فخامه السيد الرئيس انور السادات، ان هو قال ان انا هوصل الى عقب دارهم الى الكنيست. هو بيستند لدي، انت ما وصلتش لدي، انت رحت القناه. القناه مش زي دوله. والله انا شايف دوله شيء والقناه شيء. نسيبه دافع عن نفسه حته ثانيه كده. واحنا طب انا بس اكمل الجمله دي بس وخلاص. كل اللي انا عملته ان انا وصلت الناس اللي بتتمسح بالاسلام، اللي بترتدي عباءه الاسلام زورا وبهتانا، وفضحتهم قدام العالم كله، وقلت ان هم كانوا بيدافعوا عن الشواذ والمثليين وقضاياهم، وبيعايزين ان احنا نتعاطف مع قضيتهم. فوضحتهم ووصلت قلت في المداخله. طبعا ده المداخله. انا سمعت المداخله كويس، انا ما قلتش الكلام ده في المداخله. سؤال يا اتفضلي. طبعا واحنا فرحانين بوجودك معانا وبنرحب بيك، وطبعا بنرحب بالاعلام الجميل استاذ هاني الهواري على راس استاذ عبير. حدثنا كيف يرى القانون مثل تلك الشائعات واثرها على المجتمع؟ طبعا القانون بيعاقب على ترويج الاشاعات الكاذبه بعقوبات الحبس والغرامه في اكثر من موضع. والشائعات دي انا عايز استعير جمله من كلام الاستاذ تامر، قال معنى ترويج الشائعات هي من الحروب، احد اذرع الحروب، الجيل الرابع والخامس، ومعناها ان احنا على الطريق الصحيح. اشهر اشاعه كانت مشهوره اليومين اللي فاتوا، بنت هربت من اهلها لخلافات عائليه.
هاتي بقى القنوات الوعادية بتقول ان في حالات خطف لنساء اسكندرية وبنات اسكندرية والامن غير مستقر. استنى بس، هو مفيش حالات خطف؟ تمام، لا في حالات، هو مفيش حالات خطف؟ لا لا استنى بس يا استاذ، الترويج في فرق بين الترويج والاشاعات وبين الواقع اللي بيتم. هذه الفكره، هذه بص لازم واقعين يا استاذ ايمن شويه، معلش. ايوه يا فندم، قالوا ان هذه الفتاه في فرق بين اللي هربت من اهلها اتخطف. لا مش هربت، هو عشان باباها ضربها بالخشبه البنت زعلت ما باباها مشيت. طيب مش ده اللي حصل؟ ايوه، روجوا بقى ان في حالات خطف. بس في واقع، في واقع ان في خطف، في واقع. يعني لو انت مسكت على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا دول هتلاقي ان في واحد من العناصر العصابات اللي هي بتاعت الخطف دي، مامت يعني ست ماشيه وشايله طفله على صدرها وماشيه بيه في مكان، لولا عربيه ملاكي الولد نزل منها وجري ورا الولد كان خطف الولد من صدر مامته. انا بتفق مع هاني بيه ان الجريمه برضو طبعا موجوده، عايزين نقول ان احنا موجودين في مجتمع في ايجابيات. انا عايز اتكلم في حاجه، الاشاعه ما فيش امن في الوجود. بص يا استاذ هاني، الاشاعه بتتروج ازاي يا استاذ هاني؟ بتتروج من بعض العملاء، يا استاذ هاني بعد بعض العملاء الخونه من بره، هي دي عايزين يوصفوا ان ما فيش اللجان الالكترونيه الخسيسه بتاع. ثواني يا هاني بيه، انا بس عشان اوصل المعلومه، هم عايزين يوصلوا مفيش امن في البلد، مفيش امن ينجح باي شكل في اي مجتمع من المجتمعات انه يقضي على الجريمه بشكل 100%. عندنا بعض الجرائم، لكن احنا عايشين في امن وامان ودولتنا مستقره، عشان كده احنا بنحارب الشائعات وبنوصل من خلال منبركم العظيم ان ما نسمعش اي اشاعات غير من مصادرها الرسميه ومن الجهات مش الرسمية. مش اشاعات بقى، ما نسمعش اشاعات، لا نسمع الخبر من المصادر الموثوقة منها. يعني انا النهارده ما عندي اشاعات ونسمع الاخبار. لا انت بتقول نسمع الاشاعات من المصادر الرسمية، مفيش اشاعات من المصادر الرسمية. ممكن لا يا فندم، انت يا يوتيوب بقى، انت بقى النهارده في اشاعات. اتكلمي يا استاذ، اتفضل شويه كده من الحوار الدسم ده والشيق. لا اصل موضوع الاشاعات ده خطير يا استاذ عبير. طبعا الاشاعات الفنية في الفترة الأخيرة سمعنا طبعا عن وفاة محمد رمضان، شائعه وفاه محمد رمضان وتقريبا رامي الجلال. تمام. طيب انا من وجهه نظر حضرتك ان ممكن يكون في بعض الفنانين بيطلقوا على نفسهم هذه الاشاعات عشان خاطر للشهره والشو والاعلام، ولا طبعا طبعا حته ان هو ممثل او فنان كبير يطلق على نفسه بعض الشائعات زي الموت او اصابته في حادث او اصابته بمرض خطير للشهره. ليه ما تقولش ان منافس؟ ليه ما تقولش ان منافس؟ انا اكمل بقى كلامي. هو طيب، هو اللي بيعمل عكس الكلام ده. وممكن برضو، وممكن برضو بغرض الشهره عايز يبقى اسمه تداول والناس تتعاطف معاه، واحنا عارفين ان في مطرب شهير مش هقول اسمه اللي هو عمرو دياب، كل ما ينزل البوم الاقي قبليه اشاعه وفاته واصابته بمرض خطير وهلم غير. انا شفت الاخبار دي، احنا قريبين من الناس دي، ممكن منافسين ليهم هم اللي بيروجوا، وممكن منافسين بيروجوا ليهم كده برضه. انا شفت برضه، شفت الاخبار دي موجوده، وريت حتى تعرضوها على الشاشه، ان اخبار وفاه محمد رمضان ووفاه شائعه طبعا رامز جلال، وخبر سيء جدا. هنا بقى الصحافه الصفراء والمواقع الصفراء اللي عايزه تشد المشاهد ان هو يشوف الخبر الخطير دوت اللي هو ملوش اي اساس من الصحه ومش موجود اصلا في الحقيقه وهدفه تجريح الناس. ما فكروش في قصه هذا الفنان، في عيلته، في حياته ممكن تتقلب ازاي لما او ممكن حد مجرد يشوف الخبر ده ممكن يجرى له شيء او يصاب بشيء. احنا ما بقينا دلوقتي في السوشيال ميديا ما نفكرش غير على نسب المشاهده مهما كانت الاسباب ومهما كانت خطورتها ومهما كانت. عايز اسالك برضه من الناحيه القانونيه، ايه عقوبه اللي هي ترويج الاشاعات اللي موجوده بالنسبه للاشاعات اللي احنا شايفينها بتهدد البلد؟ انا شايف ان ده تهديد للبلد اللي احنا موجودين فيها، وبيحاول يروع المواطنين اذا كان بخطف او اذا كان بموت او اذا كان بدا او ده، اذا كان الاشاعه مصطنعه او غير مصطنعه لازم يكون في عقوبه رادعه لمثل هذه هؤلاء اللي بيروجوا الاشاعات عشان ما يتكررش تاني هذه البلبله ويصيروا البلبله في هذه البلبلة. انا عايز اقول ان انتشار الشائعات وخصوصا من اعداء الوطن هي خطه ممنهجه عشان يوقفوا عجله التنميه اللي منتشره، ومعناها ان احنا برضو باكد على كلام حضرتك احنا ماشيين في الطريق الصح. القانون المصري قال اذا كانت هذه الاشاعات غرضها الاضرار بالاقتصاد القومي او اي مصلحه قوميه فهي العقوبة السجن المشدد. ودي عقوبة أنا شايفها إن هي رادعة، والعقوبة ديت أنا شايف إن هي تطبق بمنتهى الحزم على أي إنسان يقول شائعات حتى لو كانت بغرض الشهرة
او بغرض ان مش بس لازم يكون الغرض سياسي حتى لو كان الغرض لشهرته. هي بتاعت صفحات الفيك والمواقع ده كتير اللي هي المواقع اللي هي متاح بيها النهارده باسامي وهميه والحاجات دي كلها النهارده بقت منتشره النهارده في جميع ربوع مصر، ودي بقت كارثه كبيره قوي. يعني انت حتى داخل على عدم وجود الرقابه موجوده لهذه الصفحات. انا اتمنى اتمنى هم اللي بيخلوا رقابه اشد من كده. طبعا اتمنى يكون في رقابه اشد من كده. احنا عرفنا في الفتره اللي فاتت كان في طبعا رقابه موجوده من النقابات والمجلس الاعلى للصحافه لهؤلاء الصحف دي، وقالوا انه ما فيش تراخيص. انت بتتكلم عن الصحافه استمر، انا بتكلم عن الفيك كمان. ده في صفحات فيك، يعني في تبص تلاقي واحد بيعمل اكتر من صفحه ويشنع بالاستاذ عبير، بالاستاذ تامر، بالاستاذ هاني، باي حد، بالاستاذ ايمن، باي حد اذا كان واجه راي عام او يختلف عن ذلك. ودي بقت مصيبه وبقت كارثه كبرى النهارده في حته اللي بيقول عليه معالي المستشار ايمن، بيقول لك ان احد الفنانين ممكن يكون عمل ضجه اعلاميه ان هو توفى او عشان ياخد يكتسب من الشهره. فعشان كده انا بقول له لا، ممكن يكون حد من المنافسين بيتعمل صفحات فيك. صفحات الفيك دي بتسيء لفرد من الافراد، بل بالعكس بتسيء لاسره كامله. يعني النهارده لما نقول هاني الهواري في واحد اثنين ثلاثه على صفحه فيك، انت بتسيء لاسره وعائله عريقه ورا منه، ما بتسيئلوش هو لوحده، وبتهدد سلم اسره كبيره. فصفحات الفيك دي انا اتمنى يكون في رقابه شامله. أنا حوالين صفحات الفيك دي. انا قريت خبر افزعني في جريده فيتو، ويمكن هنشوفه مع بعض على الشاشه. بيقول لك ان النساء اكتر الناس في الفتره الحاليه دي ان هم بيتعاطوا لمخدر استروكس. انت شايف من وجهه نظرك في الفتره اللي احنا موجودين فيها، الكلام ده ممكن يكون اشاعات او ممكن يكون حقيقه؟ لا، بس انا قريته على الجريده الرسميه، وريت الخبر برضو نشوفه مع بعض على الجريده الرسميه يا شباب. برضو عايزين نعرف من وجهه نظر حضرتك اشمعنى يعني استروكس والنساء بالذات هم اكثر. يعني هقول لك حاجه يا استاذ، قبل ما الخبر ما يجي، انت عارف ان بعض الصحف اللي موجوده اذا كانت فيتو او بعض الصحف اللي مماثله خبر اهو زي ما احنا شايفينه مع بعض. طبعا فيتو لما تعمل خبر زي ده كارثه. جريده زي فيتو او موقع زي فيتو يعمل خبر زي ده كارثه. انت بتروج يا ريس، دي مش احصائيه، انت بتروج دي اشاعه. تمام. حتى انت ما عندكش احصائيه، انت جبت الاحصائيه دي منين؟ ان اكثر نساء مصر بيضربوا بيشدوا الاستروكس. لا مش كده خالص. امال انت حضرتك فاهم الخبر غلط. الخبر ده ليه صورتي وانا في تصريحات فيه. يعني حضرتك اللي عامل التصريح انا مش شايف الخبر بصراحه. لا تمام، ده خطر. افهم، ده خطر. لا انا في الاول حبيت اعرف. انت بتسيء، انت بتسيء، انت بتسيء لسيادات مصر. اعرف من الاول. وخلي بالك انت بتخلي المعاديين من بره يتكلموا عن نساء مصر. اه انا بتكلم في كده. تعرفي منه يا استاذ هاني الهواري مصدر الخبر، هل ممكن يبقى اشاعه او حقيقه؟ فحضرتك انا ما رضيتش اوجه لحضرتك السؤال عشان حضرتك اللي انت قدمت بالبلاغ، فانا حبيت اعرف الاول من الاستاذ هاني عشان نفهم منك انت قدمت البلاغ ده. ده اساب سيدات مصر. ما انا عايزين نعرف منه هو عظمات مصر، اساب امهات مصر، اساب فتيات مصر. هو ما قالش كل الفتيات او كل النساء، هو قال بعض النساء. جاب الاحصائيه منين؟ ما انا عايز اعرف منه بقى. سرعت التسريحات منين؟ سرح لنا بقى يشوف الاستاذ هاني الهواري. انت مكسوف ترد عليا؟ الاستاذ هاني الهواري محب جدا لوطنه، ووطني الى اقصى درجات الوطنية، ووطني إلى النخاع. ولكن من الحب ما قتل. ولكن من الحب ما قتل. أخبرني بهذا الخبر يا أستاذ. ما احنا عايزين نسمعه وندافع عنه حتى عشان نعرف. نعيد تاني الكلام يعني ولا إيه طيب؟ ولا أروح أنا ولا أنت أثرتني بالخبر ده يا أستاذ. أنت أخ وفاضل وحبيب، لكن لما تسير خبر زي ده لسيدات مصر العظماء. ده ممكن ارد طيب؟ ده مصر عظيم. احنا عايزين لان وطني الى النخاع، وان وطني جدا، وان من الحب ما قتل. غيرته على نساء مصر العظيمه اللي احنا بنجلها وبنحترمها وبنقدرها، خلاها تسرع وما يفهمش الموضوع جايز. لا انا فهمت الخبر. انا اللي خبر من جريده محترمه، هي جريده فيتو، فيها تصريح مني بتقول ان في احصائيه رسميه على حساب الجريده وعلى وعلى مسؤوليتها. او الجريده جابت احصائيه الجريده منين؟ يا عم اكمل بس يا عم. انت سيبه يا استاذ، على نساء مصر يا استاذ تامر. لا مش على نساء مصر يا استاذ هاني. انا مش عايز اعدل احصائيه، هو خبر ما يتعداش. احنا عايزين نسمعه. غيرتك على نساء مصر يا استاذ هاني مش اقل من غيرتي على نساء مصر اللي احنا. انا اثق في دي بس زعلان. انا بحيي طبعا استاذ هاني الهواري عشان خاطر، لكنه شرس على راسي. شرس بالنسبه للسيدات طبعا.
اكيد طبعا حضرتك لازم برضه احنا ننضم ليه، لان طب احنا هنوصل برضه معانا الاعلاميه طبعا الجميله وهي سيده، فلازم برضه ان هي تكون زعلانه من الخبر. وبعدين ده المراه كلها هم يا استاذ عبير، ده الكلام ده انت عارفه بيتكلم ده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى 25% للكوتا للمراه. تمام تمام، يعني بقى نظر للمراه. وحضرتك جبت احصائيه قناه بتاع فيتو دي، جبتها منين؟ فيتو دي جابت الاحصائيه ان سيدات مصر معظم انت عارف يعني معظم يعني انت اتعديت الثلاث ارباع سيدات مصر. طب ممكن استاذ هاني الهواري، حضرتك طول عمرنا عارفين ان احنا تملي تملي بنحب نسمع الاراء، الراي والراي الاخر. احنا اتهمناه دلوقتي ان هو جاب الاحصائيه دي منين، واتهمناه ان هو ازاي يتكلم على نساء مصر، واحنا كلنا عارفين ان نساء مصر امي واختي واختك وامنا كلنا، وهي اللي جابت شعب مصر، وهي الابتسامه الجميله اللي موجوده طبعاً. وجابت طبعا مذيعه جميله زي اللي موجوده جنبينا. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك برضو، ندي له فرصه يدافع عن نفسه، ليه هو صرح بكده، او ليه هو قدم بلاغ بكده، او ليه هو طلع التصريح ده. الاحصائيه دي وقلت في جريده محترمه زي جريده فيتو، حضراتكم مش فاهمينها، والموضوع ده خطير جدا. الموضوع ده خطير جدا. أنا ساكت أهو. وانا لم يقول لي منين، لم كان على العدد الورقي، واللي كان بيسالني التصريح ده اساسه ايه وسببه ايه، انا اول مره وانت عملت له كمين وما قلتش السبب حتى. طب اكمل بقى بعد اذنك يا هاني بيه. يا فندم ده مش كمين. اتفضل يا فندم. ولم اصرح حتى على صفحتي على الفيس واقول ايه السبب في هذا التصريح. كل الناس كانت بتسالني هذا التصريح، لكن انا هديه حصريا لحضرتك، مع ان التصريح ده بقاله اكتر من اسبوعين. الاحصائيه بتقول ان اكثر المدمنين على مخدر الاستروكس والغرابه هم السيدات، ثم يليهم سواقين التوك توك. انا ذهلت لما سمعت هذا الخبر. انت لما تقول لي سواقين التوك توك اقول لك ماشي، لكن اكثر سيدات مصر يا سيدي ارجوك استنى بس عشان اوصل معلومه للناس. اتفضل. لان ظهر نوع تاني من متعاطي الاستروكس من النساء تعاطوه لسبب غريب جدا، ليس للادمان ولا تعاطي المخدرات. انما ما انا هقول بقى، انتوا بتتكلموا النهارده في صلب هذا الموضوع. ظهرت اشاعه ان اللي بيشرب استروكس بيخس. يعني النساء خدت هذه الاشاعه وبقت تاخد الاستروكس تتعاطاه من اجل ان السيدات تخس. بس انا بغرض التخسيس اول مره اسمع عن موضوع الاشاعه. فالسيدات كلها املها في التخسيس، فوجدت ان الاستروكس حل سحري للتخسيس. في عمليات لا لا يا استاذ انا يا ريس لا في قطاع من السيدات لا لا مراكز التخسيس، ما احنا بنقول اهو بياخدوا وقت وفلوس، فلقوا وسيله بهم. ده وهم عندهم، وجدوا ان هذا الحل من وجهه نظرهم السحري بيتعاطوا استروكس ان هم هيخسوا. يعني الهواري لا لا انا اقول حاجه واحده بس، انا فهمت وجهه نظر. لا 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 ما فيهاش وجهه نظر، عندي مراكز تخسيس، عندي علاج في الصيدليات تخسيس، عندي موارد اعشاب للتخسيس للسيدات كل الرجال. انا هقول كلمه، انا هو شاف متعاطي الاستروكس بيبقى شكله ازاي. التصريح في الجريده في العدد الورقي حضرتك ارجع له، واحنا بنوصل من خلال هذا البرنامج ان تعاطي الاستروكس ما يكونش للتخسيس من بعض النساء اللي بتتعاطى. انا عايز اقول ان هو عايز يوصل رساله من ان هو ان مين اللي عمل الاشاعه؟ اشاعه اتعملت في الشارع المصري بتقول ان هو اللي صرح ده، وهو من هنا بيقول ان ده ادمان مش تخسيس. انا تصريحاتي كده دايما. التصريح ده مين اللي عمله؟ التصريح ده مش هو اللي عمله على جريده فيتو؟ هو بيقول يبقى هو اللي عمل الاشاعه. انا بتكلم في التصريح على رايي في الموضوع، واني بحذر سيدات مصر. لا لا حضرتك اني هذه الاشاعه حضرتك لك في وشك اهو، حضرتك اللي انت صرحت بهذه الاشاعه على جريده فيتو. لو سمحت اسمح لي، لان عندي مراكز تخسيس. هو عايز يوجه وجهه نظره، هو عايز يقدم رساله يعني بيه برضه. لا لا هو عايز يوجه رساله. طب يا استاذ عبير، ما انا ممكن اروح لرساله ثانيه غير الموضوع ده خالص بالراحه. اقولها لك ازاي؟ قولها لي يا استاذ. كل سيدات مصر ما يروج في الشارع المصري من مواد مخدره ليس له علاقه بالتخسيس وخبر. وجهه نظر حضرتك وتبقى زي الفل. روحت اشاعه احنا وجهه نظر حضرتك تحترم. وجهه نظره برضه استاذ تامر، برضه وجهه نظره سعاده الرئيس. معظم سيدات انا مش كاتب المقال. معظم سيدات ما تغلوش يا عم، ما استاذ مصر بخير. انا شفت حاجه ثانيه برضه يعني بيه، عشان ما ناخدناش الموضوع. احنا بقى لنا فاضل لنا ثلاث دقائق على وقت الفضل عشان ما ناخدناش الموضوع. احنا شفنا برضه بعض المرشحين حاطين دعايات على مأذنة المسجد. دي قصة. فأنا عايز أعرف من حضرتك إيه الظاهرة اللي انتشرت دي، وإزاي يعني
فين الرقابة في ندخل ازاي الديانة او بيت من بيوت الله في دعاية؟ انا كلامي هيبقى مقتضب عشان محدش يزعل مني من السادة المرشحين. انا برضو على الخبر برضو ان المرشحين لكل المرشحين طبعا بتمنى لهم بالتوفيق طبعاً. بس انا ليا وجهة نظر في حكاية المرشحين ان هم كمية كبيرة مرشحين لمجلس النواب ليسوا مؤهلين لهذا المنصب العظيم ان يكونوا جهة تشريعية ورقابية على الحكومة وهم اصلا غير مؤهلين. شوف مع بعض بس الصورة على الشاشة يا ريت يا شباب. ان اللجنة العليا للانتخابات استثنت بعض المرشحين لتعاطيهم المخدرات ولا دي شاعه يعني بيه، وانا طالبت بتوقيع اقصى عقوبة عليهم وان يكونوا في محكمة الجنايات ومحكوم عليهم بالسجن المشدد. لا انا بقول ان المرشحين الموجودين اغلبهم لا يصلحوا، كان يزعل يزعل وغير مؤهلين، وكمان بيقوم يستغل ان هو الدعايه الانتخابيه يضحى على مسجد من بيوت الله ويضيع قدسيته. شايفين الصوره؟ شايفين الصوره على الشاشه؟ الراجل ده ضحى بكل شيء من اجل ان هو يفوز بمنصب انا شايفه ان هو غير مؤهل ليه. وانا عايز بقى رساله لكل الناس اللي بتنتخب المرشحين، ارجوكوا ابعدوا عن المرشحين اللي لا عندهم لا قيم ولا اخلاق ولا دين. على مأذنه المسجد، على مأذنه المسجد. الخبر من المصري اليوم والخبر صحيح والصوره قدام حضراتكم اهيت. ارجوكوا يعني لو سمحتوا، هو حاطط الدعايه بتاعته على المأذنه بتاعته. طب ده لسه ما بداوش الدعايه الانتخابيه. ارجوكوا لو سمحتوا، يعني انا اتمنى من اختار المرشح العليا للانتخابات توقف هذه المهزله. دي مهزله ودي بتسيء لكل مرشحين مصر. احنا النهارده بنشكركم وبنشكر طبعا الاعلامي هاني الهواري معانا، وبنشكر المستشار طبعا محفوظ، وطبعا الاعلاميه الجميله عبير خليفه. احنا بنشكركم كلكم لان احنا بنقدم رساله من خلال برنامجنا، من خلال برنامج استاذ هاني الهواري، من خلال المستشار ايمن محفوظ، من خلال الاستاذ كبير. بنقول ان كل اللي بيحصل في مصر وبنسمعه في مصر ما نصدقوش، لازم نتاكد من الخبر من مصدر موثوق منه. لان مصر ماشيه على الطريق السليم. نعم. وماشيه على الطريق الصحيح، وان شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا زي ما قال السيد الرئيس، وهي فعلا بقت قد الدنيا. بنشكر ضيوفنا النهارده، ويا ريت الساده المشاهدين يكونوا استفادوا معانا النهارده، ويا ريت ما نروجش اشاعات، ويا ريت ما نسمعش اشاعات تاني، ويا ريت نمشي على الطريق السليم. ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. بشكرك يا دكتور. بشكرك. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الجميلة الأستاذة ريم عمرو، وهتكلمنا النهاردة عن مشاكل الإدمان، وهي عايزين نسألها ونقول لها لقبت بسيدة الجميلة للأحلام الجميلة أو سيدة الحلم الجميل. فأهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك، برحب بيك في برنامجنا أهل كايرو. وسمعنا عنك كتير، عن طبعا فكرتك الجميلة ضد شباب بعيد عن المخدرات. سمعنا عنك حاجات جميلة جدا، ان حضرتك عايزة تنهي البطالة في مصر. سمعنا ان انت في مشروعات حاجات جميلة قوي قوي عايزة تقدميها للشباب، وان انت متبنية المبادرة ديت والفكرة ديت من مجهودك الخاص وفكرك الواعي. فعايزين نعرف اكتر من حضرتك عن فكرة ازاي ان احنا ننهي المخدرات في مصر. اهلا بك يا استاذ عبير. اهلا بحضرتك. انا سعيده قوي بوجودي معاكم النهارده، يعني بجد والله حقيقي. والله الموضوع اصلا في يعني ننهي ازاي فكره المخدرات، ان نمنع المخدرات اصلا، تتمنع اصلا. تمام. ما يبقاش في حاجه مصر بدون مخدرات. تخيلي، عيشي الحلم معايا كده، مصر بدون مخدرات. لا هيبقى ادمان، لا هيبقى سلوكيات، لا هيبقى تحرش، لا هيبقى سرقه، لا هتبقى شباب عاطل، ولا هيبقى اي حاجه من دي. هي المقدمه الاولى والاخيره مصر بدون مخدرات. وانتمائي الوطني، انتمائي ان بلدي احسن بلد. ما احبش الظاهره دي ان هي تاخدها، لان كتير قوي يقول لك سلوكيات الشعب المصري مسيئه للغايه. لا، انا ما احبش كده، انا احب اتباهى ببلدي. عشان كده لقبتي بسيدة الحلم الجميل. بحلم. بتحلمي. بحلم. واحنا كمان بنحلم معاكي. اتمنى حلمي يوصل للمسؤولين ان شاء الله. يعني انا في الفترات الاخيره شاهدنا ان الاطفال والكبار بقوا ظاهره منتشره كبيره قوي بالمخدرات. عايزين نعرف راي حضرتك ايه بانتشار المخدرات في البلد، وان بقت مأثره على المجتمع، وان الشباب بقوا يلجأوا على طول للمخدرات وبداوا ان هم ما يشتغلوش.
لجأوا على طول للمخدرات وسلوكياتهم كتير اتغيرت في حاجات كتير. رأي حضرتك ايه في الكلام ده؟ والله رأيي يعني انا الله يكون في عون الشباب. مبدئيا الشباب متعلم وصل لسن 35 و40 سنة مش لاقي حتى يخطب، تمام؟ باب التعيين مقفول، كله بيعاني من الجزئية دي. عشان كده أنا بناشد المسؤولين بتفعيل قطاع عام مصانع مثل القطاع الخاص تماما. مش لازم أبقى شغال عند رجل أعمال وفجأة يقول لي أنا أنت مش عايزك أنا هصفي عشان أنا فلست. ده اللي بيحصل، والراتب قليل جدا، 1800 جنيه و2000 جنيه، ما يفتحوش بيت، ما يفتحوش أي بيت. في البداية طبعا أنا بشكر حضرتك في برنامجنا النهاردة، وأنا سعيد بفكر حضرتك وسعيد بالأفكار اللي حضرتك بتطرحيها دايما في تقدم المجتمع، لأن حضرتك واجهة مشرفة من الواجهات اللي موجودة في مصر. وإحنا تملي بنشجع كل فكر جديد، وبنشجع كل حد عنده فكر يخدم بلده ويخدم وطنه. ومن خلال برنامجنا بنحب نظهر الإيجابيات دايما في برنامجنا هنا. واحنا شفنا حضرتك بتتكلمي وقلتي حلم جميل ان احنا نتخيل مصر بلا مخدرات. احنا فعلا مصر في الفترات الاخيره كانت فترات اللي بعد الثوره على طول انتشر فيها طبعا ظاهره المخدرات بشكل كبير، لان ما كانش عندنا توفير امن، وما كانش عندنا حاجات كتير، كنا طالعين من ثوره وكنا طالعين من حاجات كتير. ولكن في الفترات الحاليه احنا شفنا فيها برضو الامن والامان لحد كبير وشكل كبير، ان مصر بقى فيها امن وبقى فيها امان وبقى فيها تقدم وبقى فيها ايجابيات كتير حلوه. وبنقول بكره كمان هيكون احسن. احنا شفنا الفترات اللي فاتت اللي هي كانت فترات الثوره اللي احنا قلنا عليها انتشرت بشكل كبير، ولكن مؤسسات الدوله عملت برضو مستشفيات وعملت مصحات كتير لعلاج الادمان، اللي هو تعويضا مما حصل في الفتره اللي ما كانش فيها رقابه ولا امن ولا امان. فابتدى ان هو يحاول ان هو يحجم المشكله في علاج بعض المتعاطين للإدمان. ولكن زي ما احنا عارفين ان المدمن طول ما الحاجة مش موجودة قدامه بيبطلها، ولكن لما بيطلع في الشارع بيلاقي الموضوع تاني عادي مستمر او لا حاجة، فبيضعف قدام الإدمان مرة تانية او مرة ثانية. فحضرتك قلتي يا ريت ما يكونش فيه مخدرات في مصر من الاصل. واحنا عارفين ان مصر بتعمل دلوقتي على هذه المنظومة اللي احنا بنأمن الحدود بتاعتنا وبنأمن كل اللي احنا عاملينه، وشايفين ان المطارات كل يوم بيكتشفوا فيها اطنان، وشايفين القوات المسلحه قايمه بشغلها، مسكت مش عارف في العريش كميه من المخدرات، مسكت مش عارف ايه مسكت. فاحنا ماشيين على الطريق بكثافه اكبر. يعني بقول لحضرتك احنا ماشيين في الطريق السليم، ولكن دي كلها كانت مؤامرات زي ما احنا قلناها في الفقره اللي فاتت على مصر، زي ما احنا قلنا من ضمن حروب الجيل الرابع والخامس تدمير شباب المجتمع، ان احنا ما يكونش عندنا شباب قادر يعمل، ما قدرش يكون عندنا يقدر يشتغل، ما يقدرش يعمل. ولكن احنا شايفين دلوقتي ان السيد الرئيس ابتدى يهتم بالشباب واهتم بالندوات الشباب وابتدى بفكر الشباب، ان الشباب ان هو يبتدي يمشي على الطريق السليم وان هو يبتدي يمشي على الطريق الصحيح. انا بشكر حضرتك وبشكر فكره حضرتك لكل ما هو مقترح للايجابيات، وكل ما هو مقترح للمعالجه وتقدم المجتمع اللي احنا موجودين فيه. وعرفنا من حضرتك برضو في نفس الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، حضرتك بتتكلمي عن موضوع البطاله، فعايزين نعرف من حضرتك رايك ايه في موضوع البطاله اللي حضرتك بتتكلمي فيه. والله رايي يعني انا بعض الشباب يتكلموا معايا ما فيش شغل، ودي اكتر حاجه مأذيه الشباب، لان فعلا احنا هنقول احنا ثلاث طبقات يا جماعه، يعني ثلاث تلات، التلت الاول اللي هو الغني قوي والمتوسط واللي هو اللي خالص بقى الميح خالص، وده اللي بيرفع من اي حد على فكره، يعني اللي بيرفع من الفنانين اللي هم ما نعتبرش ان هم فنانين اصلا ورفعوهم مره واحده، هو دوت الطبقه الاخيره دي، طبقه بسيطه محتاجه اللي يرفع بيها شويه. فاحنا بالتالي انا بكلم المسؤولين على اساس نوفر لهم عمل، نوفر لهم شغل، يعني ننشا مصانع مثل ما هو. يعني مع احترام الرجل الاعمال فوق دماغي من فوق ومشكورا كل الشكر ان هو عمل اقصى جهد ولم كتير قوي من الشباب واشتغلوا، بس ليه بلدنا ما تعملش كده؟ احنا عايزين بلدنا هي اللي تشغلنا، عايزين نبقى موظفين، ما بقاش تحت رحمه حد ان يقول لي لا انت غبت النهارده يلا مرفوض. استاذه ريم احنا سعداء جدا بجد في باستضافتك. ربنا يخليك. واحنا كنا كسيدات فخورين بيكي جدا جدا جدا، انك انت بتنادي لوطن بدون مخدرات، شباب بدون مخدرات. ازاي عايز اعرف من حضرتك ازاي الاسره البسيطه
او الاسره اللي هي طبعا الاسره المصريه بصفه عامه تكتشف ازاي ان ابنها في اول مراحل الادمان واول طريقه للادمان، تعرفوا ازاي؟ للاسف للاسف الشديد ان هم خلاص بيكونوا عملوا كل حاجه من وراء اهاليهم، زي بالظبط ما انا قلت قبل كده في حلقه يعني فاتت، اللي شرب سيجاره اول سيجاره ليه كان بتجربه من وراء اهله، بس للاسف الادمان من اول جرعه ادمان يا استاذه عبير، من اول جرعه، واطفال بقوا مدمنين يعني خلاص، وصلت للاطفال اجيال ورا اجيال، الجيش القادم فينا ده ارهاب، انا والله العظيم ما معتبراه الا ارهاب، ده ارهاب. احنا حد بنتكلم على حد اطفال عندها 12 سنه دلوقتي بتتعاطى مخدرات و8 سنين والله و8 سنين و9 سنين وبيبيعوها كمان، في اخواتهم بيبيعوا كبار لما المباحث تاخدهم او العين تبقى عليهم بيوقفوا الولاد الصغيرين، وبالتالي دول هيجروا دول بقى، ما هي الموضوع دايره يا استاذه عبيد، دايره محيطه باولادنا، احنا افتقدنا الثقه بينا وبين اولادنا، انا عن نفسي بلبس نقاب وانزل امشي ورا ابني وهو رايح الدرس. طب تنصحي الشباب بايه في الفتره دي؟ مش عارفه انصحهم بايه، انا كل اللي انا اقوله ان انا بناشد المسؤولين بالتشديد الامني على ممنع المخدرات ده خالص، احنا جينا في لحظه يا استاذ عبير السكر اللي هو السكر شح، واللي كان يمسك كيس سكر كانوا بيقولوا عليه مهرب حاجه، كانت بتبقى جريمه، اللي ماسك 2 كيلو سكر بس، افتكري الفتره دي. تمام. طب احنا مش قادرين ان احنا نحد المخدرات، واحنا بنضم صوتنا لصوتك وبنناشد وزير الداخليه، احنا طبعا وزير الداخليه هو بصراحه في امن وامان و ايوه مش مؤثرين، بس احنا عايزين تشديد اكتر، بس عايزين بس من سيادته تشديد بسيط، عايزين ندعو الشباب ان هي نقضي على البطاله وندعيهم ان هم يشتغلوا وينزلوا يشتغلوا بحيث ان هم ما يلجاوش للمخدرات، ندعوهم نقول لهم ايه او ننصحهم بايه؟ انا مش هدعي الشباب، انا اسف، انا هدعي المسؤولين توفر لهم شغل عشان يتلهوا فيه ويشتغل، بس انا شايفه ان البلد بدات ان هي بقى فيها شغل ومتوفر فيها شغل، وعليات الشباب مش شغالين يا استاذ، عليات الشباب متعلمين ومش شغالين، احنا برضو شفنا في الفترات الاخيره، بعدين انا برضو بقترح اقتراح يعني، شفنا في الفترات الاخيره برضو يا استاذه احنا شفنا برضو ملتقى توظيفي في اكتر من مكان، وشفنا في مجموعه، وفي شفنا في مؤسسات الدوله نفسها بتدعم الوظائف وبتدعم الشباب في وظائف كتير موجوده، وقالك احنا كان معانا الحلقه السابقه اللي فات الحلقه السابقه كان حمله لدعم مؤسسات الدوله وفيها قيادات موجوده في الدوله لدعم الشباب في التوظيف، وفي اماكن كتير موجوده عندهم للتوظيف من اول اللي مش اعداديه لحد المؤهلات العليا برواتب كتير، ودعينا على صفحه البرنامج من خلالهم ان اي واحد عايز وظيفه يقدم على صفحه البرنامج، واحنا هنوصلهم بالمسؤولين، وفي صفحه فين يا الصفحه الرسميه نفسهم بتاعه اللي هي الحمله اللي موجوده موجوده لتوظيف الشباب. بتتكلم يا استاذ تامر على تلت البلد، محدش قدم يا فندم، يعني بيقولوا عندهم وظايف كتير جدا، انا اعمل كام شركه او يعني انا بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك واوصله لحضرتك ان الدوله فعلا اتجهت، مش لاقيه شغل يا استاذ تامر، لا يا فندم في والله يا فندم، وباب التعيينات مقفول في الوقت الحالي، احنا بنتكلم بقول لحضرتك اللي بيسعى بيلاقي دايما شغل، عمر الشاب دلوقتي بيدور ان هو عايز يطلع يتخرج يروح وظيفه بخمس ست 10,000 جنيه، لا طبعا خير الامور الوسط اللي يقدر يفتح بيه، محدش بيتخرج الا لما بيبتدي واحده واحده، في حد بيطلع السلم مره واحده يا فندم ولا بيطلع واحده واحده؟ اظن احنا بنقول للشباب اجتهد وهتلاقي فرص كتير موجوده، 28 سنه و30 سنه ومخلص جيشه ومخلص تعليمه ومش لاقي وظيفه، طب هيتوظف امتى ويخطب امتى ويتجوز امتى؟ دخل في الثلاثين اهو، ما هو الشباب يا فندم ان هو بيجي يقول انا الشغل جاي لي ب 1500 لا انا مش هشتغل فخليني قاعد على القهوه زي ما انا، لكن هو مش حابب ان هو يشتغل ب 1500 ولا 1800 ولا حتى في القطاع الخاص. يا استاذه مع احترامي ليكي في القطاع الخاص، ايوه انا ما اروحش اشتغل في القطاع الخاص ب 1000 يعملوا ايه؟ يعني هو يقعد على القهاوي وفي الاخر يتعاطى المخدرات؟ ما احنا كده بندعي على كلام حضرتك كاننا بندعي على المخدرات، لا طبعا احنا بندعي كده للبطاله. انا دلوقتي بطالب بايه؟ تعيين للشاب اللي انا طفحت دم قلبي وعلمته، انا علمت ابني وربيته وخليته اذا كان مهندس او بكالوريوس ما يروحش في الاخر يشتغل لي في مصنع سواق او يشتغل لي اي شغلانه. طب اطرحي الحلول لنسبه الحد من البطاله، الحد من البطاله ان احنا بناشد المسؤولين ان احنا نعمل لهم مصانع زي القطاع الخاص، قطاع عام كل حاجه يا استاذه عبير، السمن الزيت السكر كل ما يخطر في بالك يا استاذه عبير كلها قطاعات خاصه،
واحنا بلدنا ما شاء الله بلد مثمره، واكتر دوله استهلاكيه هي مصر. ان شاء الله مصر تقدم، واحنا عارفين ومصر عارفين مصر بلدنا ماشيه على الطريق الصحيح، وفي دلوقتي مشروعات كتير الرئيس بيعملها للشباب، وده املي فيه قطاع عام مش قطاع خاص، ونامل في الفتره اللي جايه نشوف مصر تقدم قطاع عام زي الاول. يا رب يا استاذ تامر، نرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وطبعا احنا سعداء ان حضرتك موجوده معانا النهارده، واحنا عارفين تملي ان احنا لما بنيجي نتكلم في اي مشكله واي سلبيه موجوده في المجتمع المصري بناخد السلبيه وناخد الايجابيه، وحضرتك كلمتينا في جزء انت شفتيه بتتمني ان انت تشوفي مصر بلد جميله، تشوفي شبابها دايما في تقدم، تشوفي شبابها دايما ماشي على الطريق السليم، فعايزين نعرف من حضرتك مقترح للحلول في هذه القضايا. والله طبعا سياده الرئيس مشكور على كل الانجازات اللي عملها، وسياده وزير الداخليه انا بشكره طبعا، بس انا يعني بنجده كده ان يبقى في كثافه اكتر، يعني انا مش عايز اكتر من كده، ان يبقى في تشديد امني اكتر. هم مشكورين كل الشكر صراحه، لكن انا عايزه تشديد امني اكتر، وعندي فكره كده يعني انا هقترحها، ومش عايزه حد ابقى مدينه لحد، انا والله لصالح البلد، انا يعني انا حضرتك واجهه مشرفه وبتتكلمي لصالح المجتمع، ونفسي بلدي تبقى احلى وصالح شباب ومش ضد النظام لا احنا ما قلناش. بس يا فندم احنا تملي زي ما قلنا لحضرتك، حضرتك بتطرحي مشكله انت شايفاها وكلنا شايفينها ولامسينها في الشارع المصري، ودايما ان احنا بنبتدي ان احنا لازم نعترف باخطائنا عشان نلاقي ليها حلول وعشان نمشي على الطريق المستقيم. فاحنا حضرتك قلتي في ظاهره، فاتفضلي حضرتك قولي. والله انا يعني لاحظت في الفتره اللي فاتت دي ناس كتيره قوي بتفحر في بيوتها عشان يخرجوا اثار ويبقوا ثريين فاذا الدول الاجنبيه عارفه حضاره بلدنا ان ليها قيمه، ودي حضارتنا، انا ما اقبلش ان حضارتنا تتباع بمنتهى السهوله وتبقى بالطريقه دي، لا. بس انا ليا طلب عند المسؤولين. اتفضلي يا فندم. والله احنا عندنا يعني كم من في المخازن من الاثار، وعندنا اجهزه البحث، ليه ما نستخرجش الاثار دي ونعملها منفعه عامه، حق انتفاع. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى ان انت دلوقتي دوله اجنبيه بتشتري مني بمليارات الفلوس، يعني انتوا عارفين قيمه الحاجه اللي معاكوا كويس، بدل ما هي في الارض مهدوره في الارض، طب ما الاجهزه تطلعها ونعملها عندهم متاحف 10 20 سنه وتبقى حق انتفاع، تدخل للدوله وبالتالي ندعم بيها الشباب يعني وندعم بيها البلد. نعملها زي متحف زي تابلوه المعروض اللي بتتعمل بره. انا هعمل عندك تابلوهات دي انت بحق منفعه تخش للدوله، وفي نفس الوقت هحد من ان انت تيجي تشتريها من عندي وتبقى وسيله خبيثه ان انت تشتري اثار بلد. طب هو فكر جميل، واحنا احنا احنا احنا, يعني احنا كل ما هو هتدعم البلد وتدعم الشباب وتعمل مصانع، وحاسه ان انا متفائله، يعني حاسه ان كل حاجه هتبقى جميله ان شاء الله باذن الله، معانا رئيس ربنا يكرمه يا رب، كل يوم في انجازات، وانا ضد اي حد يحاول يحرض على مصر، عمرها ما هتسقط ابدا. فكرة حضرتك جميلة جدا، وعايزين نعرف مين اللي بيدعمك بالافكار الجميلة دي والكلام الجميل ده. والله انا جوزي المهندس حسين عبد الباسط الامين العام لمحافظه الجيزه حمل التحيه مصر. احنا دايما بنعرف ان كل راجل ورا كل راجل عظيم امراه عظيمه، بصراحة بس يعني النهارده شايفين ان كل امراه عظيمه وراها رجل عظيم برضه. بصراحه يعني دعمني بكل حاجه ماديا ونفسيا ومعنويا، فهو ليه جزيل الشكر. يعني احنا بنشكرك النهارده يا فندم في برنامجنا طبعا، ربنا يخليك سعيده قوي، وبنشكر طبعا وطنيتك وحضرتك واجهه مشرفه لمصر كلها، ان حضرتك دايما بتطرحي المشكلات اللي موجوده فعلا في ارض الواقع وكلنا شايفينها وكلنا لامسينها، واحنا كلنا معاكي بنأيد حضرتك في الموضوعات اللي حضرتك بتتكلمي فيها، لان دي بلدنا كلنا بنخاف عليها، لازم حضرتك تخافي عليها، ولازم احنا نعرضها للساده المسؤولين ونشوف لو عندنا اخطاء نحاول نعالجها، لو مشينا احنا بالنسبه لنا يا رب احمي مصر واطفالها وشبابها، اللهم امين يا رب، ورئيسها، وابعد عننا كل من هو يحرض على اي حاجه وحشه في البلد، اللهم امين يا رب. امين بجد والله. احنا ان شاء الله طبعا ببركه ربنا سبحانه وتعالى، وبوجود طبعا الرئيس الجميل الجسور البطل الهمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالداخليه الجميله رجال الداخليه الشرفاء الجمال اللي هم بجد ما بيتفنوش عن خدمتنا وبيسهروا من اجل اساسا راحتنا، ويا رب احمي جيش مصر وشعب مصر وشرطتها ورئيسها، وسعداء جدا 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 باستضافتك في البرنامج بتاعنا. ميرسي يا استاذ عبير، ميرسي، انا سعيده قوي بيكوا والله، وسعيده ان انا معاكوا النهارده وعلى ضيافتكم ليا. طبعا موضوعاتنا مش هيكفي فيها حلقه واحده،
وان شاء الله هيكون لينا حلقات كتير ان شاء الله. شرف ليا وهنتكلم في موضوعات كتير في لسه دي ده اللي بنقول في كل حلقه في نهايه كل حلقه اللي بيحب مصر يخاف على مصر ولا يخاف على القادمه.